أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أكد مشاركون في معرض البحرين الدولي للمنزل الحديث انتعاش صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، والتي أصبحت رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني والقطاع السياحي. وأوضح المشاركون أن معرض البحرين الدولي للمنزل الحديث الذي يقام للعام الثاني على التوالي استطاع أن يحجز لنفسه مكانة متميزة بين المعارض المتخصصة التي تقام في المملكة، وأصبح يحظى بثقة كبيرة من العارضين والمستهلكين. وقد أرجع المشاركون النمو المتسارع لصناعة المعارض في المملكة إلى دعم الحكومة اللامحدود لمختلف المؤسسات الوطنية التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز سمعة المملكة كبلد رائد في استضافة المعارض وتنظيم المؤتمرات لتلبية كافة احتياجات المستهلكين. معرض السنة طبعا على مساحة أكبر، السنة 4500 متر مربع، ومن ناحية المشاركين 77 مشارك، العام كانوا 75 مشارك، في طبعا من مختلف دول العالم مشاركين، العام كانوا موجودين بس السنة كانوا أكثر. طبعا هاي بتسهل حق الزائر انه يحصل كل مستلزمات المنزليه، بحصلها تحت سقف واحد، وتسهل له عمليه البحث عن احتياجاته المنزليه في مكان واحد.